أخبار اليوم. شهر رمضان في دولة الكويت. تتلخص ملامح شهر رمضان في الكويت حيث إقبال الناس على المساجد وتلاوة القرآن والذهاب إلى الأسواق والدواوين والسهر أمام الفضائيات، والبعض يقيم الليل بعد الساعة 2 صباحا. وهناك مظاهر أخرى كثيرة من التواصل مع الأرحام وإعداد الولائم ودعوة العائلات لها وتبادل الزيارات وحضور دروس العلم بالمساجد. وفي الكويت تشتهر الهريس كطبق رئيسي، حيث تصنع من القمح المهروس مع اللحم مضافا إليه السكر الناعم والسمن البلدي، بالإضافة إلى الدراسين أو القرفة المطحونة. وهناك أكلة التشريب وهي عبارة عن خبز الخمير أو الرقاق مقطعا قطعا صغيرة، ويسكب عليه مرق اللحم الذي يحتوي غالبا على القرع والبطاطس وحبات من الليمون الجاف الذي يعرف باللومي، حيث يفضل الصائم أكلة التشريب لسهولة صنعها وخفة هضمها على المعدة ولذة طعمها. وهناك الجريش الذي يطبخ من القمح واللقيمات، وهي حلويات تعرف برقمة القاضي وتصنع من الحليب والهيل والسمن والزعفران والعجين المختمر، وتقطع لقيمات وتلقى في الدهن المغلي حتى الاحمرار ثم توضع في سائل السكر أو الدبس. وهناك أيضا البسيط والخبيث، اللتين تصنعان من الدقيق والتمر